الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لحكمته جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل. ويقول أهل العلم الطلاق له خمس حالات لا سادسة لها، يعني أو ثلاث خمس حالات ممكنة لا سادسة ممكن من هذه الخمس. ما هي؟ قالوا إما أن يكون الطلاق بيد الرجل، وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة، وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما، لا يقع الطلاق إلا إذا اتفقا، أو أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث، أو لا يكون طلاق. عندكم سادسة؟ ها؟ أعيدها الخمس؟ إما أن يكون بيد الزوج، وإما أن يكون بيد الزوجة، وإما أن يكون باتفاقهما فقط لا يقع إلا باتفاقهما، وإما أن يكون بيد طرف ثالث كالقاضي أو أبيه وأبيها وأمه وأمها، المهم طرف ثالث، وإما أن لا يكون طلاق، يمنع الطلاق، مثل الكاثوليك. الكاثوليك من النصارى إذا تزوج هذه المرأة خلاص لا تطلق، لا يجوز عندهم الطلاق، محرم الطلاق عندهم، لا يقع الطلاق، خلاص تزوجها هي زوجة، حتى لو لم يتوحد تعيش مع واحد ثاني، هو يعيش مع واحدة ثانية، لكن في الأوراق الرسمية هي زوجته، لأنه لا طلاق، ممنوع الطلاق. فهذه خمس حالات ذكرها أهل العلم، يقول لا سادسة لها، لا سادسة لها. الشريعة إما أن تأتي بخير محض، وإما أن تأتي بخير أغلبي، يعني الذي يكون الخير فيه أغلب من الشر. هنا إذا نظرنا في هذه المسألة، إما أن يكون طلاق بيد الرجل أو بيد المرأة أو بيدهما أو بيد طرف ثالث أو لا طلاق. لا طلاق هذه جريمة، امرأة تتزوجها خاصة أنت صغير في السن، هي صغيرة في السن، ثم يقال لا طلاق وأنت كرهتها وهي كرهتك، ولا تقبل طبعها ولا تقبل طبعك، ويقال خلاص هذه زوجتك مدى الحياة، هذه جريمة، فهذا مرفوض. ولا لستم معي؟ مرفوض أن لا يكون لا طلاق. الحالة الثانية أن يكون الطلاق بيد المرأة. الآن الطلاق بيد الرجل، وماني قايل أكثر، أنا ما عندي إحصائية، لكن كثير من الحالات الناس يقول المرأة وإن كان طلاق بيدها هي اللي تقول لها طلقني طلقني، فلو كان بيدها كان سريعا ما تطلق الزوج، سريعا ما تطلقه، هذا هو بيده. وكثير من الناس يقول هي كانت تقول لي، وأحيانا النساء تتصل تقول أنا قلت له طلقني، أنا طلبت منه الطلاق. فالمرأة عاطفية، أقل مشكلة أو كذا تطلب الطلاق. طبعا نحن نقول المرأة العاطفية وأقل مشكلة تطلب الطلاق، هذا في الغالب، وقد تكون بعض النساء أعقل من كثير من الرجال، لكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، بس لم يكمل من النساء إلا امرأتان، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون بس، ولكن الرجال كمل منهم كثير. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى لا يجعل الطلاق بيد المرأة. ثالثا هو أن يقع الطلاق باتفاقهما، إذا تعاندا ولا بد هي ترفض أو هو يرفض، يصير عناد بينهما، لازم في واحد يفصل. وإذاك يقولون ربانين على سفينة لا يصلح، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما يصلح، لابد يكون القائد واحد وصاحب القرار واحد، أما يكون اثنين ولازم القرار باتفاقهما وتعاندا وصارت خصومة بينهما لا يمكن. هنا الحل الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث، بيد أبيه أو بيد أبيها أو بيد أمه أو بيد أمها أو بيد أخيها أو بيد أخيه أو بيد القاضي، يعني أحسن هؤلاء القاضي، لأن الأب سيصف مع ولده وأبو المرأة سيصف مع ابنته، طرف ثالث غير موالي لأحد من هذين الطرفين هو القاضي، نقول الطلاق بيد القاضي، خلاص القاضي هو الذي يطلق. القاضي عندما يطلق، القاضي مو عايش مع كل أسرة ويعرف أحوالها
مشاكلها و... لأن ليست كل الحياة الزوجية كلها مشاكل. حياة زوجية قد تكون فيها أيام من السعادة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. القاضي ما يسمع إلا الشر، أنا جايين عندهم مشكلة، لكن الزوج يتذكر أيام جميلة كانت له مع زوجته. نعم الآن في مشكلة الآن، لكن في أيام كثيرة ما في مشاكل. الآن كره منها سرعة الانفعال، لكن يرى منها حسن الخلق في تربية أولادها، في رعاية زوجها، في محبتها له، في صلاتها، في كرمها، في أدبها وكذا. لكن هنا ترفع صوتها أحيانا، هذه القضية لم يقبلها. لكن إذا قارن بين رفع صوتها عليه وبين بقية أخلاقها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والعكس صحيح. المرأة كذلك عندما ترى سوءا في زوجها ترى محاسن كثيرة. ويأتينا بعض الناس أحيانا يتخاصم الزوج مع زوجته، فأقول ما المشكلة؟ يقول فعلت وفعلت وفعلت، قالت قالت، وأنت ما مشكلتك معه؟ فعل وقال. قل طيب اكتبي سيئاته واكتبي حسناته، وأنت تكتب سيئاتها واكتب حسناتها، فتكتب الحسنات أكثر من السيئات. هذا وهو متخاصم ما بالك إذا كان مرتاح. فإذا أن يكون الطلاق بيد ثالث غلط، لأن هذه الحياة الزوجية ليست وليدة لحظة، خاصة إذا قلنا تزوجا من 10 سنوات أو من 15 سنة أو غير ذلك. لا يمكن يأتي قاضي في جلسة واحدة يسمع منها ثم هو الذي يقول أن طيب نبي نستمر مع بعض. لا لا ما تستمرون، يلا طلق طلق. هم يبون يستمرون لأن الطلاق بيده، فيقول لا ما أرى أنكم تصلحوا حق بعض، يلا طلق، ما هم شيء. الخامس أن يكون طلاق بيد الرجل، وقد يكون الرجل كذلك أهوج، قد يكون ذي بال ضيق أو كذا. نعم ممكن هذا، لكن هذا وإن كان موجودا إلا إنه أقل في الرجال منهم بالنساء. لذلك جاءت الشريعة بأقل الضرر، وهو أن يكون الطلاق بيد الرجل، أن يكون الطلاق بيد الرجل. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى.